كانت تبحث عن الحب بين أحضان الوطن. كان الوطن يحتضن أحلام أبنائه قبل أن تأخذهم الريح. حكاية بحرية. يحكي عن مجتمع البحرين في منتصف القرن الماضي حين كانت الأحلام شاهقة بالفرحة والألم. حكاية بحرينية تسرد قصة مجتمع متنوع الهويات في صراع بين ذاته وبين الرغبة في التحرر. هل نجح في ذلك؟ هذا جزء من تاريخ شعب البحرين. حكاية بحرينية.